رح نحتاج لدجاج بصوص الجوز لدجاجة كاملة، ربع كوب عصير ليمون، ربع كوب زبدة أو نص إصبع، بصلتين شرائح رفيعة، 2 كوب جوز مطحون، كوب ونص من مرقة الدجاج، 3 معالق كبار سكر، و2 كوب دبس رمان، وملح وفلفل. يعني أتوقع رح تكون حلوة؟ حلوة على حامضة. حلو حامض حلو. عيني. طيب هلا أول إشي عندي عصير الليمون بدي أنقع فيه الدجاج، يعني ساعة أقل إشي وأربع ساعات، يعني من ساعة لأربع ساعات. أوكي ننقع الدجاج بس بعصير الليمون. هلا في انا جايبه بس هون الدرامستكس، طبعا كل واحد زي ما بده بجيب، يعني بدك دجاجه كامله تقطعيها اربع قطع، بدك حتى أي عظم، اي شيء ما في مشكله. اوكي عندي طبعا الزبده، انا حطيت الزبده على النار، حطيت معها زيت، اللي بحب يحط زيت لحاله، زبده لحالها، سمنه، كل واحد زي ما بده، ما في اي مشكله. اوكي انا هلا بس بدي اقلي الدجاج. هلا هاي طبعا الاكله زي كل الاكلات، كل الناس بيعملوها شكل، بس اجمالا الطعم تقريبا واحد. هاي ما ذقتها. هي معناها كثير مشهوره على فكره بايران، اسمها فسنجان. ايش اسمها؟ فسنجان. هلا هي شوي بتاخذ وقت على النار. على فكره الموسيقى اللي عم نسمعها هي ايرانيه. عشان نظبط لك الاوضاع، عشان تعيش الجو. تبدعي. هلا في ناس انا بدي احط بعد بدي اشيل الدجاج بعد ما ياخذ لون، طبعا ما رح يستوي، وبدي احط البصل اقليه مع الدجاج. في ناس بيعملوا العكس، بحطوا البصل اول بيقيموه بعدين بحطوا الدجاج. ما رح تفرق كثير، بس انا بحب البصل ينقلب بالزيت تبع الدجاج، باخذ نكهه يعني بعدين. اوكي في شغله كنت احكيها كمان بالنسبه للدبس الرمان. هلا بايران الدبس تبعهم غير عن تبعنا شوي، تبعنا شوي احمض، حامض اكثر، فعشان هيك احنا نتحكم بكميه السكر، بنزيدها شوي عشان ما يطلعش كثير حامض. خفف حامضه. اوكي صفحتي على الفيسبوك. لو سمحت رامي. هلا مثل ما حكيت انا بدي بس ياخذ لون، ما بدي اياه يستوي لانه رح يستوي هلا بعد. اوكي facebook.com/dana DANA ABUK بتلاقوها ان شاء الله. ربع عملت لي لايك صح؟ بشوفك تعملي لي لايك دائما. طبعا شكرا على المتابعه. انا عملت لايك. انا مش عملت لايك. انا عامله لديما ولغاده ولسناء، بس انت ما عملت لك. اليوم ذكريني. خلص ان شاء الله. فهلا بدي ارجع الدجاج. دنيا رباح، شكرا يا دنيا. هلا بنرجع بنذكر بالصفحه. هلا شوفي هلا بدي احط الجوز. جوز مطحون. هيو مطحون، يعني ناعم بدك تقولي، قد ما بتقدري ناعم، مش رح يكون ناعم كثير. لازم على هلا بصير لحمه ولا بصير؟ بقول لك عم يعملوها بلحمه. بصير، عشان بدي اتعلمها على لحم. بصير. هلا بس دقيقتين، بصل وجوز وجوز لهلا سو فار هيك. وهلا انا مش حاطه بالمقادير كركم أو زعفران، اللي معه مصاري يشتري زعفران. فالكركم بس على فكرة لا، بهاي المرحلة الكركم يعني جد عرفت هالمعلومة، بيروح زفرة اللحمة أو الدجاج أو إشي زي هيك. فبإيران كتير بستعمل الكركم ومفيد. فبدأ أحط طبعاً طبعاً مفيد. أنا مش حاطته بالمقادير، بس اللي بحب يحطه واللي ما بحب هي بتصير برضه بالجهتين. وفي بحطوا لها كمان قرفة، حطي لها ورق غار إذا بدك. حلو. زي ما بدكم البهارات، يعني ما في هذا، فهي بس هيك. وبدي أحط عليها هلا المرقة. سارة أنا بس بدي أحط المرقة. فضلي. أوكي أوكي، مرقة والجوز والكركم متبع معك. خلص. هديل السيد، زين عناسوي، ورولا شويش، هنا الغول، وتيمة صلاح. صباح الخير من ميلانو من إيطاليا. واو من ميلان ببعثوا لنا. حلو. أنت رحتي ميلانو ولا وين بتروحي أنت؟ الله يستر العزيزة، أنا رحت جنوة وإن شاء الله يا رب عن قريب أروح على ميلان. ميلان رحتي على روم؟ روم لا. طب كيف كنت تنزل الطيارة؟ على طول ساعة. أوكي.
طيب في شغله كنت احكيها كمان بالنسبه للاكل الايراني، انا مش كثير يعني خبيره، بس يعني كم من معلومه اللي عرفتهم بدي اقولكم اياهم. هلا عندهم الرز طبعا مشهوره بالرز البسمتي. تقديم الرز برضه لما يكون عندك ضيف كثير فظيع بدك تكرميه، بحطوا الرز بعد ما يستوي بنحط بطنجره وبتعلى تحتي شوي بقعد فتره. هلا لا ياخذ وجه، لا ياخذ لون من تحت، كيف احنا بلش ينحرق بتقولي هذا هو اللي انت عم تكرمي ضيفك كثير هيك نحرق الرز. حلو. مش حرق طبعا، مش يصير اسود بس يصير هيك لونه زي ذهبي. فهلا لما ينحرق هو او يعني ياخذ اللون هذا بنقلب بصير هيك قطعه واحده، ف بسموها حتى زي الكيك. يعني ينشف ينشف على الاخر وبياخذ لون. ايوه بالضبط. هاي شيء هيك حلو الواحد يعرفه. غريب لما تروحي على ايران حدا يحط لك رز محروق، عارف انهم بيحبوني هيك او معبريني. سارة عربيات شكرا على اللايف، وكمان احمد فراي بعث لي الصوره، شكرا يا احمد عم بيبعثوا لي صور، هذا دليل انهم عملوا لي لايف. بيسألوك كتر الخميرة في العجينة مضرة، من هبة جرار. هلا اكيد كل شيء زيادة عن حده بصير انه يعني كل شيء انت حاولوا العجينة والشغلات الخبز انه نتقيد بالمقادير الموجودة عندنا. إذا كترتي نص معلقة أنا عشان هيك كنت أخاف من الحلو العجينة من لا الحلويات لأنه دقيقة بدها دقة. بس بتعرفي هذيك المرة ولا كنت في محل وكان جابالي أعمل كيكة وأنا بحفظش الصراحة والدفتر مش معي، فاخترعت من عقلي كيكة والحمد لله زبطت. يعني مش اخترعتها يعني هيك إنه جبت مقادير من زبط. عملت كيكة البردقان فالحمد لله كانت أمورها تمام. حلو. تيم منصور، شروق، دانا، نسرين جبر، قصي شكرا، ظاهر وأمليت البكري، زهرة البنفسج، فايزة أبو خلف من الكويت، ونجوى الحسنات، أحلى صباح ربا ودانا منورين، شكرا يا نجوى. منذر صويتي من قلب الدمام، تحياتنا لكم. الدمام حلوة زرتها والله. أنا مواليد الدمام. أنت مواليد الدمام جد؟ كتير أنا كانوا طفولتي سعودية. كانت بهديك المنطقة أحلى ذكريات. قديش لاتي كان عمرك؟ لا كنت أروح زيارة يعني. أوكي. تقضي وقت طويل يعني، طولنا يعني سنين وإحنا منروح ومنيجي. لا أنا مواليد هناك، طلعت منها كان عمري 7 سنين يعني مش كتير بتذكر. حلو. بس إنه عدنا فترة منطقة الخبر تعرفيها؟ طبعاً طبعاً. أنا المستشفى اللي نولدت فيها بالخبر وسكان الدمام. هم جنب بعض يعني. طيب احنا مثل ما حكينا هلا خلص اظن احط هدول خلص الوقت يعني قصدي ولا شو بتحبي؟ احنا جاهزين خلص يعني احنا نعتبر انه مر عليها الوقت واستوى الدجاج. المفروض قد ايه وقت؟ هي بين 20 حسب حجم الدجاجه. احنا مثل ما حكينا ممكن تحطيها من غير العظم تاخذ وقت كتير، اذا هيك رح تاخذ وقت اكثر، واذا اكبر رح تاخذ وقت اكثر، فهي بين 20 دقيقه ونص ساعه. يعني اذا كانت حجمها كبير خليها نص ساعه. حتى لو ما استوت 100% مش مشكله لانه رح تستوي بعدين. طيب ربا اذا ما بحب طعم الحامض حلو بصير ما احط السكر ودبس الرمان ولا هي؟ هي طبعا هي هيك الاكله، هي هيك هلا يعني هيك الحال. هلا بتصفي يعني حبيت تبيها هيك. هي اللي بتصفي الاكله انه خلص يعني اكله عرفتي، بس هي الفسنجان هي انه لازم الدبس رمان. اوكي ولا يهمك. بالاكل فيش شيء ما بيصير، كل شيء انا بحبه بدي اعمله ما عندي مشكله، بس انه صار شيء ثاني عرفتي. بس تايما بتحكي بتسالنا عن لحمه طبعا بيصير، روان دل ناصر ومين كمان حنين اسراء جرار. روان دل ناصر بنت صفي اظن اذا هي مين؟ روان دل ناصر بقول بنت صفي، روان جواد الناصر. شكلها معتصم بني احمد. هريسه، في هريسه الحلبه، هريسه الحلبه يمكن بسموها هي لانها كثير قريبة زي بعض بيشبهوا بعض، بس هي الحلبة. طيب شيرين السلاوية صباح الخير. طيب انا بدي احط بس هلا عندي 3 معالق سكر، ومثل ما حكينا بزيد او بنقص زي ما بدي انا اظن. أوكي. انت احط معلقتين اذا انت بتحبي الحامض. بحبه خلص بحط اكثر من الحلو. عارين هلالات صباح الخير، نانسي مسيح يسعد صباحك، دانيا بشايره. طيب قبل ما نطلع فاصل بدي اذكر بموقع رؤيا، لانه عم تسالوا عن كثير وصفات اللي هي كيكه الاناناس، الهريسه وغيرها. رؤيا.tv بتلاقوا عليه بقسم مطبخ رؤيا كل اللي حضرناه بدنيا دنيا تقريبا من 3 سنين واكثر، ففي كثير وصفات انعملت مع المقادير والطريقه. اوكي هلا هيك انا بدي اتركها بعد ما احط دبس الرمان والسكر، راح اتركها تقريبا ساعه. حلو. اوكي نص مغطى يعني مغطيه بس شوي مكشوفه. تمام. اوكي اذا كمان بعدين بتصير الصوص كثير ثقيل. هلا بقى هي شكلها بصير، هي شكلها كثير مش كثير سياحي يعني. هي شكلها. بس الطعم طبعا ان شاء الله يكون زاكي. مغرب الريحه شيء هي غريب شوي.